السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده وزرع سنين. والنهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي سبب من الاسباب المهمه جدا لفشل زراعه العقل في المجمل. يعني زراعه العقله دي من تقريبا شهر قعدت 3 اسابيع ما تدينيش حاجه خالص، وبعد كده ابتدت تطلع الورقتين اليوتم دول، وتوقفت على كده بقالها يمكن اسبوعين زياده، توقفت على كده تماما. وهنا نتاكد ان في حاجه غلط، دي شتله جهنميه، زرعت بقية الشتلات وبقت 100 ما عدا الشتلة دي تحديدا. فتعال نشوف ايه المشكلة اللي فيها. واحد، ممكن تكون المشكلة ان التربة فيها املاح عالية، وبالتالي الشتلة كل ما تبتدي تطلع شعيرات جذرية خفيفة الاملاح تاكلها وما تعرفش تشتغل. 2، ودي حاجة مهمة جدا، ان ممكن تكون التربة من تحت متحجرة، فلما بتيجي الشتلة تطلع شعيرات الجذرية ما بتطلعش اصلا، او بيبقى فيها صعوبة في النمو، او بمعنى ادق في اعاقة لحركة نمو الجذور. 3 حاجة واهم حاجة، ان ممكن يكون الري غير منتظم، وده بيسبب خلل في معدل النمو الصحيح. 4 حاجة، ان ممكن يكون معدل الشمس يا اما عالي قوي يا اما مش موجود خالص، وده تحديدا هنشوفه في الورق. لو الورق اخضر يبقى معدل الشمس كويس، لو الورق اصفر يبقى معدل الشمس قليل، لو الورق ابتدى يبقى بني او زبل او دلدل كده او اتحرق او كده يبقى معدل الشمس عالي. وعشان كده دايما بنقول في زراعة العقل ما بعرضهاش للشمس اكتر من ساعة او ساعتين يوميا لو احنا في الصيف زي دلوقتي، وكمان ما يكونش شمس مباشرة الا لو كانت شمس الصبح او شمس المغرب، لكن في وسط النهار بتبقى الساعة او الساعتين دول من تحت مظلة او من تحت شجرة تانية، ودي اللي اسمها شمس مغربلة. خلاصة هنحل الكلام ده ازاي؟ لازم ان انا املش العقلة دي من التربة ايا كان المشكلة اللي فيها، ونحطها في تربة جديدة معقمة ونظيفة وخفيفة على الجذور، يسهل للجذور النمو والتمدد فيها. طب انا لو جيت دلوقتي مسكت العقلة وخلعتها، الجذور اللي تحتها تتقطع، فانت هتعيد كده دورة التعقيل من الاول، مع العلم ان احنا دلوقتي درجة الحرارة عالية جدا، فالعقلة دي هتموت، مش هتلحق تجذر ومش هتلحق تشتغل تاني. الصح ان انا اطلع العقلة دي بالجذور مهما كانت ضعيفة او رقيقة، لازم اطلع العقلة دي بالجذور بتاعتها. ازاي؟ يلا بينا نشوف. اول حاجة هعملها هبتدي افتت التربة حوالين العقلة، واسيب داير ما يدور 5 سنتي حوالين العقلة كده اهو، ده اللي مش هفتته، ده اللي هطلعه كله على بعضه، اكني بطلع العقلة بالقصيص بتاعها. وكده انا طلعت العقلة اهي، ممكن ابتدي بقى ايه اشوف في جذور طالعة ولا لا. في الغالب هتلاقي جذور دقيقة جدا مش هتشوفها، فبلاش نفتت التربة بايدينا. طبعا التربة من فوق متحجرة جدا، لكن من تحت رملية فيها مية او رطوبة، فده هو السبب اللي خلى التربة دي تعمل كده والعقلة دي تعمل كده، وواضح جدا ان فيها برضو ملوحة، ده واضح ان كل الاسباب مع بعض. دلوقتي انا عايز اطلع التربة دي خالص، وتبقى يتبقى العقلة بجذورها ان كان فيها جذور يعني، وتتحط هنا اهو في قصيص جديد تماما. هجيب اي وعاء كده واملى ميه وغطس العقلة فيها بالتربة بتاعتها كده لمدة 2 بالظبط، هتلاقي التربة فككت والعقلة شمت نفسها. من الفقاقيع اللي طالعة دي واضح ان مش بس التربة كانت متحجرة، ده كان فيها فراغات هوائية كبيرة، وكل ده طبعا بيؤدي لفشل التعقيل. ولو كنت زرعت بالبذور هتلاقي برضو فشل في نمو البذرة، او البذرة لوحدها بتموت، او بيحصل حاجة اسمها موت البادرات. طبعا لو كان معدل الرمل كويس كانت اول ما تحط
التربة في المية تلاقيها فكت، لكن الطينة والله واضح ان هي اكتر شوية، فبتاخد وقت اكتر على ما تحل يعني بالمية. الريم الابيض اللي فوق ده ملوحة، شفنا الكلام ده مع بعض لما كنت بنقل شتلات التفاح، شفنا الكوارث اللي حصلت بسبب المشتل اهو كده، طلعت اهي كان فيها ملوحة فعلا كده طلعت اهو. قبل بقى ما اطلعها خالص من في منابت الجذور باينة اهي، قبل ما اطلعها خالص من المية احضر التربة الجديدة المعقمة الخفيفة. ونفتح فتحة، بس عشان افتح فتحة لازم اروي الاول. هنا بقى انا هعمل حاجة، هروي بهرمون التجذير المنزلي اللي عملناه مع بعض الرائع والاكثر من رائع، واجيب حتة خشبة او اي حاجة افتح بيها كده واحط العقلة فيها كده، واضغط من بره عشان التربة تضغط على العقلة، وهروي تاني بهرمون التجذير وهعمل لها صوبة كده واحطها بعيد عن الشمس، او ممكن تاخد يا اما اضاءة قوية يا اما شمس ساعة واحدة يوميا الصبح. يعني هرجع تاني في دورة التجذير من الاول، وان شاء الله تصح وتنمو نمو ممتاز، وان شاء الله اطلع لكم في جزء تاني معدل النمو الجديد بقى بعد ما عملنا كده، وبرضه عشان نشوف مدى تأثير هرمون التجذير. ده كان فيديو بسيط جدا النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم.